ماذا عن القنابل العنقودية التي الآن نرى الكثير من المعلومات حولها؟ هل تعتقد بأن من الممكن لهذه القنابل أن بدأ الأوكرانيين باستخدامها أن تغير من معادلة المعركة وأن تضرب الخطوط الدفاعية الروسية بشكل فعال أكبر؟ تعلم الجميع فكروا في تغيير اللعبة. ما هي المعدات؟ أولا كان الهاي مارس، وبعد ذلك كان صواريخ الجافلن، والآن الأسلحة العنقودية. ما من شك في أن الأسلحة العنقودية ستحدث فارقا، ولكن سيستغرق الأمر وقتا طويلا لوصولها. الغرض من الذخيرة العنقودية هذه قنبلة تنفتح في الهواء، تنفجر وتسقط في تسقط ألفا من هذه القنابل الصغيرة في الخطوط والخنادق، وهذه ستقتل كثيرا من القوى الروسية، فهي فعالة للغاية. الولايات المتحدة استخدمتها في حرب الخليج الأولى، ويعني كانت تدعى بأنها سارقة لأنها تقتل أرواح. هي تحدث فارقا، ولكن تستغرق وقتا طويلا من أجل إحداث الفارق على الخطوط الأمامية، وستستغرق وقتا أكثر لأن يكون هناك هذا الأثر على الخطوط الخلفية الروسية التي أوضحناها على الخارطة. كيف اختلف وضع القنابل العنقودية منذ حرب العراق في عام 2003 حتى يومنا هذا؟ هل تغير وضعها؟ لأننا آنذاك سمعنا كثيرا عن أن هنالك ضحايا مدنيين كثر، هنالك يعني دول وقعت على معاهدة، أكثر من 100 دولة وقعت على مسألة عدم استخدام هذه الأسلحة. هل اختلف وضعها الآن؟ هل أصبحت أكثر أمانا، أكثر خطورة؟ معظم الذخيرة العنقودية التي لدينا الآن لديها القدرة التفجيرية الذاتية، فإذا على عكس ما كان الوقت سابقا 10 من كل 1000 تسقط أرضا ولا تنفجر، حين ذاك كان هذا يعني بأن المدنيين يمشون في هذه المنطقة ستنفجر فيهم هذه القنابل وتبتر ربما أطرافهم أو أقدامهم. معظم الذخيرة العنقودية الآن بعد وقت تدمر نفسها. سيكون هناك الخطر محدقا، ولكن الرئيس زلنسكي قال هذه دولتي، أنا سأتخذ هذه المخاطرة. هذه الذخيرة مهمة بحيث أنها تبرر المخاطرة، بحيث أني بعد الحرب سأقوم بالكثير من عمليات المسح لهذه الذخيرة. ولكن من المهم بأنه عندما تكون الحرب على أرضك أنت وأنت مستعد لاستخدام هذه الذخيرة العنقودية رغم أنها غير قانونية عن طريق المعاهدات الدولية، تذكر روسيا لن توقع على هذه المعاهدة، ولا الولايات المتحدة وقعت عليها، ولا أوكرانيا حتى. فإذا في عدة أنحاء هذا ليس غير قانوني لأنها غير موقعة على هذه المعاهدة.